تخيل إنك رايح تشتري بيت في منطقة هادية، وبعد ما رحت واتفرجت انبهرت بالمساحة الشاسعة والمنظر الطبيعي اللي البيت بيطل عليه، وفرحتك كملت لما البائع قال لك مبلغ أقل من تمن البيت الفعلي بكتير، فأنت من غير ما تفكر توافق وتشتري وتجري تقعد فيه. بس تنسى حاجة مهمة جدا، وهي إنك ما سألتش عن تاريخ البيت ده وهل حصلت فيه حوادث ولا لأ. ولما تسكن تبدأ تشوف وتسمع حاجات عمرك في حياتك ما كنت تتخيل إنها موجودة أساسا، وفرحتك بالبيت تتحول لكابوس ما انتش عارف تفرق. حكايتنا النهاردة حكاية حقيقية بكل تفاصيلها، عن أسرة عانت حرفيا وشافت أهوال، وكل ده بسبب البيت المسكون اللي اشتروا. قبل أي حاجة، لو انت قلبك ضعيف اقفل الفيديو فورا، ولو أول مرة تشوفنا انزل اشترك بسرعة في القناة وفعل الجرس عشان حكايتنا الجديدة توصل لك أول بأول. القصة بدأت سنة 1970 لما أسرة بيرون، واللي هي مكونة من الأب روجر والأم كارولين وبناتهم الخمسة أندريا ونانسي وكريستين وسيندي وأبريل، قرروا أنهم يشتروا بيت في منطقة ريفية اسمها هارسفيل في أمريكا. وكان كل طموحهم أنهم يشتروا بيت معقول يسكنوا فيه بهدوء، وبعد ما دوروا كتير لقوا البيت اللي بنحكي عنه ده. كان بيت كبير قوي وحواليه أرض تابعة ليه، مساحة البيت بالأرض كان حوالي 200 فدان. طبعاً الأب والأم لما شافوا البيت انبهروا بالمساحة وبشكل البيت، كان منزل أحلامهم، وبالفعل اشتروا البيت وقرروا انهم ينقلوا فورا. والراجل صاحب البيت وهو بيديهم المفاتيح قال لهم حاولوا ما تقفلوش الانوار بالليل. الاب والام استغربوا كلامه بس ما حطوش في دماغهم وافتكروا بيهزر معاه. وفي يوم النقل وهم رايحين عشان ينقلوا اغراضهم للبيت لقوا راجل واقف لهم عند باب البيت، فافتكروا حد من العمال. فواحدة من البنات راحت عشان تكلمه، ويدوبك قربت عليه الراجل اختفى قدام عينيهم كأنه اتبخر. استغربوا اللي حصل جدا بس محدش ركز وكملوا اللي كانوا بيعملوه. وبعد أيام بسيطة في البيت بدأوا يلاحظوا خيالات وأطياف بتعدي ما بين الممرات. ولما الأب نزل البدروم عشان يشوف مواسير المية بقى حاسس إن كأن في حد معاه تحت في الضلمة، وبقى عمال يسمع أصوات همس وينور بالكشاف عشان يشوف بس مش شايف حاجة، كل اللي سمعه همس. ومرة واحدة شاف بنت صغيرة قاعدة في زاوية وسندة على الحيطة وعمالة تعيط وخايفة، افتكرها بنت حد من الجيران ودخلت هنا بالغلط، ولسه رايح يكلمها صرخت في وشه واختفت. طبعا روجر خاف جدا وطلع جري وبقى مش عارف ياخد نفسه. وفي نفس الوقت اللي كان فيه روجر في البدروم، مراته كارولين كانت قاعدة على كرسي هزاز في غرفة المعيشة وبتقرا كتاب، ومرة واحدة حست بهوى ساقع عدى من جنبها. استغربت بس كملت قراية، ومفيش ثواني وحست بوغزة جامدة في رجليها، افتكرت نحلة أو حاجة قرصتها. بتبص على رجليها لقت إبرة خياطة مغروزة في رجليها، شالت الإبرة بس ما كانتش قادرة تقف من الألم. وكان جوزها طلع من البدروم وهو بيساعدها إنهم يطهروا الجرح، بدأ كل واحد منهم يحكي للتاني اللي حصل معاه، وعلى وشهم علامات استغراب ومش مدركين لسه اللي بيحصل معاهم. في الوقت ده بناتهم كانوا قاعدين مع بعض ما عدا بنتهم أبريل، كانت في أوضة تانية لوحدها وبتلعب بعرايسها. ومرة واحدة ظهرت لها واحدة ست عجوزة وشكلها وحش جدا وبتتحرك ورجليها مش لامسة الأرض كأنها بتمشي على الهوا، وقربت من البنت الصغيرة وبدأت تشدها، كانت عايزاها تنزل معاها للبدروم. والبنت الصغيرة قعدت تصرخ وتصوت لحد ما روجر وكارولين طلعوا، وهم بيفتحوا الباب الست العجوزة دي اختفت. البنت الصغيرة بدأت تعيط وتصرخ وتحكي لأبوها وأمها على اللي حصل معاها، وكانوا ساكتين من الصدمة وبيبصوا لبعض بس. ومن هنا بدأوا يعرفوا أنهم مش لوحدهم في البيت، وفهموا كلام الملك القديم لما قال لهم حاولوا ما تقفلوش الأنوار بالليل. ومن ساعتها الأحداث الغريبة بدأت تزيد، الشبابيك بقت بتتفتح لوحدها والبيبان بتتقفل وتتهبد وبعدين تتفتح من غير ما حد ما يكون موجود في الأوض، والعفش بتاع البيت بقى بيتحرك من مكانه. ومع الوقت البنت الصغيرة بدأت تشوف طفل صغير بس هي الوحيدة اللي كانت شايفاه وبتقعد تلعب معاه. العيلة كان نفسهم يمشوا ويسيبوا البيت من خوفهم من كتر الحاجات الغريبة اللي بتحصل معاه، بس ما كانش عندهم أي قدرة مادية إنهم ينقلوا المكان تاني.
فاضطروا يفضلوا لحد ما الأم بدأ يظهر عليها حاجات غريبة، بقى بيجيلها نوبات صراخ هستيري وتشنج، وبعد ثواني بتبدأ تتكلم بصوت غريب وخشن، وبتبقى في حالة هياج، وكل اللي هي عايزاه إنها تأذي بناتها وتموتهم، وبقوا يكتفوها، وبتفضل في الوضع ده لحد ما يغمى عليها وتصحى مش فاكرة أي حاجة من اللي عملته، كأن كل ده ما حصلش. وكمان بقت بتتأذى جسديا، وبتلاقي على جسمها كدمات وجروح كبيرة ملهاش أي تفسير. الأب بدأ يدور على تاريخ البيت عشان يعرف إيه سبب اللي بيحصل فيهم ده، واكتشف إن كان في واحدة ست اسمها باتشيبا اتجوزت من ملك البيت القديم سنة 1842، وكان وقتها عندها 30 سنة، وإن الست دي كانت من عبدة الشيطان لدرجة إن كان عليها قضية متهمة فيها بقتل ابنها الصغير اللي عنده 4 سنين من خلال إبرة مسممة اتغرزت أسفل جمجمة الطفل، وتوجه لها الاتهام ساعتها، بس ما كانش في دليل كافي إن هي اللي عملت كده، وتم إطلاق سراحها، بس كل أهل القرية عارفين إنها هي اللي موتته وقدمته كقربان للشيطان. وكمان في كذا حالة انتحار حصلت في البيت في آخر دور. الأب روجر قرر إنه يكلم 2 بيشتغلوا وسيطين روحانيين اسمهم إدوارد ولورين، وكانوا وقتها مشهورين جدا ومعروفين بجلسات طرد الشياطين، وكان عندهم جمعية بحوث نفسية اسمها إنجلاند الحديثة، وبالفعل وافقوا. ولما جم السيدة لورين بدأت تحس إن البيت فيه حاجات مش مظبوطة، وعملت زي طقس بيعرفوا من خلاله إيه اللي بيحصل بالظبط في البيت، واكتشفوا إن في جن بيحاول يلبس كارولين، وإن النوبات اللي بتجيلها دي بسبب المس الشيطاني، وإنه لسه ما تمكنش منها بنسبة 100%، بس هو في طريقه لده، وأول ما هيتمكن منها هيخليها يا تنتحر يا إما تموت حد من بناتها. كان المفروض ساعتها يستنوا ياخدوا إذن لعمل جلسة طرد الأرواح من الكنيسة، لكن لخطورة الموقف ما استنوش، قرر إدوارد يعمل هو الجلسة. وفي خلال الجلسة بدأت كارولين تتكلم بالصوت الغريب وتضحك باستهزاء، وجسمها بيترفع من على الكرسي كأنها طايرة في الهواء، وبعدين وقعت وفقدت الوعي. وبالفعل الجلسة نجحت وطردوا الشيطان اللي كان موجود، وفاقت مش فاكرة حاجة، ومن ساعتها كل الظواهر الغريبة دي وقفت واختفت تماما. دي كانت حكايتنا النهاردة. الحكاية اتعمل لها روايات واتعمل لها فيلم مخصوص مشهور قوي، مستوحى من القصة الحقيقية اللي سمعتوها دي. واللي انتوا ما تعرفوهوش ان التسجيلات بتاعت طرد الأرواح اللي كانوا بيشغلوها في مشاهد في الفيلم ده كانت التسجيلات الحقيقية الخاصة بإدوارد ولورين في جلسة طرد الأرواح من البيت اللي حكيت لكم عنه، واللي شاركت بيها لورين أثناء صناعة الفيلم. وكمان صرحت ساعتها وقالت لصحيفة أمريكا توداي إن الأحداث اللي حصلت لهم هي وزوجها في البيت ده بالذات من أبشع الأحداث اللي مرت عليهم خلال تاريخ شغلهم الطويل. وتوفت لورين سنة 2019. المفروض النهاردة تكونوا تعلمتوا إنكم أول ما تلاقوا بيت حلو قوي وسعره قليل اهربوا على طول، ما تفكروش تشتروه. لو الحكاية عجبتكم اعملوا لايك وشير لأصحابكم، واكتبوا لنا في الكومنتس عن مواقف غريبة ومرعبة حصلت معاكم في بيوتكم، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.